وين يلا؟ ها وين يلا؟ خالد تعال سولف، تعال سولف، تكفون تشيلون عصير. لا ما تحسن صوتي عقب ما جيت من حايل. تعال سولف، تعال. ما اقدر والله ارد بعد. صدق عاد. والله صدق. شوف شوف اذا اعطوني صدى صراحه بانشد. عاد سولف لنا يا رجال يلومك. لا انا بدك ما تنشد بس تكفى مره واحده. تنشد الله يرحمه ولدك. لا تكفى 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 يا ربي. صدى صدى. خلنا نسولف ايش اللي صدى لا تطلب يا تطلب يا رجال انا بصدى سوي قدح الحين طلب صدى اصبر اصبر اي قدحت على على شيختك اعطني صدى يا شيخ اعطني صدى علوم كم شعر اصبر اصبر يا رجل خلني اعطي صدى سويدين ايه الله الله هل دمعي على خدي نهار الوداع يوم قالوا فمان الله جاني بلاي والتفت والتحضني بالعيون الوساع تعال تعال نشوف السويدين دخل المطبخ السويدين دخل المطبخ سويدين انا اعطيك اكل برا بس ما تدخل المطبخ حبيبي شو المونة هذه الحلوة؟ يا حلو اطلع 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 لو سمحت لا تختي انا بتفهمه انا بتفهمه انا بتفهمه سويدين سويدين ترى شايف وين راح؟ انا اي يا الله برا يا سويدين برا 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 لا تفل تعال منه اي اي الله يصلحك الله يصلحك تعال خلينا نسولف اجلس خلنا نسولف خلاص انخرش من جيبكم يا رجل يعرفني زين انخرش منها شاف ضاحي يحسبون ابغى اكله بس ضاحي فيك شبه منه ما شاء الله ها؟ فيك شبه سبحان الله نفسك يا ما شاء الله ما شاء الله لا يضرك علومك يا ضاحي والله علومك يا ابو فالح يا رجال شو الحل مع ذا النوم؟ انا تعبت انا تعبت حتى انا انت مثل رقدت والله نمت الساعه يمكن 7:30 حلو قمت 9 9 وانت؟ انا قلقت والله وما نمت للساعه 12 ايش نمت غفيت ساعه ورجعت قمت انا نمت الساعه 11 ونمت الساعه 11 وصحيت طال عمر السلامه عندي مطبخ بس يا ولد اذا جات اذا جلست تغيم بي يتغيم بي تعرف شيء يتغيم يتغيب بي والله انه صاير عليه ما ادري شلون يغيب بي يغيب بي كذا يقعد فجأة صحصح ترجع تقروش ايش هي ذا يقروش ندري خليك تتفكك يعني ذحين لو النوم النعاس يقوم شيء معي أنا واطلع ارقد ما عاد يروح ما يروح أنا أقول لك ليه يروح النوم يروح لان حنا الليل ما ننام حنا ننام بالنهار ونومة الليل يعني لها طعم رب العالمين والله ان امي تقول يعني واجعلنا النهار معاشا واجعلنا الليل لباسا والله انك صادق يعني نومة الليل تختلف عن نومة النهار اقسم بالله انك صادق لو تنام راحتها في الليل لو تنام النهار الجسم. النهار كله كله وتنام لك ساعتين بالليل ساعتين ثلاث ساعات بالليل قسم بالله تفلل تغنيك والله طيب طيب احنا يعني احنا العكس هنا هنا البث يبدا 5 وينتهي 6 يعني غصب تنام الصباح غصب. ونوم الصباح ما منها ذيك الفائده الفائده نعم. في نومة الليل الله الله طيب ايش الحل ايش نسوي الحل ان طالب الاداره الحل لا بس لا والله لا كذا احس رفع سعاده الموضوع لا خلاص كل سعاده الموضوع والله داخلين برنامج طلبات احنا عيد اخر انت اللي تحسب ما قلت شيء انا لا يبارت بعدوه بسام جلسه جديه جلسه جديه جلسه جديه جلسه جديه انا ما عاد العب ولا عاد الف ولا عاد الف ودو جلسه جديه يا بسام السيف الله يرحمه هذا الدافور اذا جاي يبغى يدخل في جو مشكله الدافور المهم عبد الله والله يا ولد يا ولد بسام عليكم سالفه صارت لي بالمدرسه يوم انا يوم انا بمتوسط بس كنا الله لا شو اسمه ننحاش الله نسوي فيها ايه بوها حدايد خضر تشوفون حقتها انا حيف اول صغير بالمدرسه بمدسة لا لا سمين شوي أنحف حلو أطلع رأس هو شيء أطلع يدين ورجلين وانقص وأطلع معها بقى
انت تقدر تروح. وانا اخوي الله يذكره بالخير عايض بالدايع تيجي. فضحت عايض طبعا. ايوه عايض بالضبط. اتوقع انه يتابع. يا خلنا نسولف سوالف صدقيه. شوف المهم يجاك اليوم قلت بطلع شو اسمه الحصه الثالثه بعد الفسحه الرابعه تصير. احنا نطلع انا واخوي هو انحف مني بعد. اما انحف منك والله انحف مني مختفي هو الوكاد. اوكي. هو يطلع. الوكاد يوم طلع وانا احط يدين واطلع يدين وهو ينشب راس. نشب راس من؟ راسي انا. من كبره؟ والله نشب. راس طاير. واقول به. نشب الحدايق. اي نشب الحدايق. وتقول به. شو اسمه؟ راس رجليني بالارض وراسي متعلق بالحديد. طيب حلو طلعت. شوف واقول به يمين يسار يمرن. يا رجل هلون انصفط راس. عاد يجيك يا شلون؟ الوكاد وانا افجر. انا ادعي شو اسمه مدرسي هم يتراكبوا بس ساحه رياضيه ترى ما بها احد زين ان يسمعون طرحت عدوك يا شيخ هم يجون مدرسين بالعن ثلجي ما ادري ايش طق راسي دخلوا ورجعوا يلا طلع على طار النشبه صارت واجد عاد هذه على طار النشبه ولا اقطع مواريدكم يا الربع كنت يا اخي سعد الله واهدي يسلم في جامعه بيشه كنا مستاجرين شقه شقق مفروشة أسانسير وسلم في أسانسير وفي درج الله لا يبارس فيك وين أبي والله قايل لكم حس حمادة حسيت المبنى والجدار كله يهز المهم أعلمكم الربع لا الحين يهتز الجدار هذا نواف شكرا عشان جيت من هنا كلكم جيتوا من هنا اسلم اسلم أنا ترى وزني مو بنفسك تعال احنا على ظهر السالفة أنا حقولك بسام حنا على بطن سالفة بطن حماده شوف عبد الله هو مؤدب يسولف عبد الله هذه بحق يا صاحي بحق لا تقول سالفتك بتجيك الحين لا اسلم والله انه في سخافه ما قد اولا ذا يسولف ذا اسمع جيت امزح معاه قال انت زي الطالب المؤدب اللي يمزح خلاص انا جدي صدمني يا ابو هادي انا وزني 75 انت وزنك مدري كم لا تجي منه قبل شوي عبد الله يسولف عن النوم يقول احنا فعليا طيب انا سالفتي صار عليها قلت بس تيجي لا ما قلت اقول كنت بكمل اسلم عبد الله ايش ذا الوقاحه ذي؟ لا انا ماني بوقح بس سالفه وبكمل لا ذي وقاحه ولا تكمل المهم اعلمك سالفه مين كامله توجع صاحبي يخرب علي الجلسه انا اعرف العينات ذي المهم بعلمك بالسالفه تعمر السلامه بيجي عينه صوي في يا عم ايش البساس اللي هنا بقلبي؟ انت بدي اطلع انت بطلع منه اي صامل الحين في ديناصور مو قطو منه الله الله ربي يكسرها لا الشاشه تهتز يا اخوان انا شايف طيحتها والله شو ذا لا اله الا الله لا شاشه الكاميرا ترى الدنيا مسك الكاميرا خلنا نسولف نبداكم تخلوا جديين ما اقدر ريان عامري موجود خليك من ريان يلا يا عبد الله اجلس نازل عليه سكينه المهم تعلم كنا الشقه اللي كنا الشقه اللي احنا مستاجرين فيها اسانسير حلو المهم على طاري نشبه ضاحي ندخل اسانسير الحين بلاد عادي ندخل ثلاثه اربعه نبغى نطلع الدور الثالث الدور الثالث شقتنا نطلع معنا اغراض وننزل عاد في اليوم كنا نطلع عزاب الحين في اليوم كنا نطلع 60,000 مره تعرف اللي على ادنى شيء على اتفه سبب مشينا نطلع يلا وننزل وحن ترى الحين جروبنا في صفقه تعرف شيء صفقه يعني احنا ذا الحين نبي نقرر اسماء في السياره تحت نسيناها ولا نسينا كرتون ما ننزل خمسه الله صياح كذا ننزل خمسه نجيب الكرتون واحد يشله والبقيه معي يسولفون نرجع الخمسه نسى جواله واحد خمسه ينزلون ما في ابدا اي جديه يعجبني الجو كذا وضعنا هناك كذا نركب جاء يوم من الايام يطفي الكهرب وحفظ الاسانسير ركبنا دخلنا الاسانسير ضحكوا سوالف ذا يدق ذا وذا يضرب ذا معنا واحد ندب راسه كبير وانا طويل واثنين لا عاد اشكالهم عاديه بس انا اعطيتك الاشكالهم فيها صفقه شوي اللي هو انا واخوي ندخل اسانسير اربعه يوم طلعنا الدور الاول نص الثاني يطفي الاسانسير اوح الله الاسانسير باقي ما ليس تعرف انك انت اذا عديت دور من دور يجيك بلوك تشوف البلوك باقي بلوك يا ولد ايش نقول معلقين الاسانسير سعنوني تعرف حق شقه مفروش حق فندق سعنوني يا رجال سعير الوزن تلقاه 120 كيلو واحد جثه وانا طويل واثنين أربعة وكان ضيق قفلت خوينا محمد راسه كبير الله يسعده كان مربع ذا نفسه يعني 120 كيلو ايوه يا ولد وش انكتمنا طيب مستمرين نضحك ونسولف
يا ولد طفى النور كل شيء طافي. والشقق الحين فيها يعني ما فيها عالم، ما في فندق يروح يجي ناس، يعني احنا الوحيدين اللي ممكن نستاجرين، احنا الوحيدين. يا ولد ايش الحلم؟ اضرب وكسر البيبان ونصايح ونهابط، جوالاتنا فوق. يعني انا علمتكم احنا ننزل على تفه سبب، يعني ما في شيء مهم ان احنا ناخذ جوالاتنا. ايش تبغى تكمل اليوم؟ المهم يطلع نور السلامة. بسم الله عليك. ايش تبغى بسام؟ بطلع المستشفى لكن اعذرني على الوليمة. يا تمام؟ بعد راس انت. اي والله. ابد يا ابو عوض. خلاص. اخو عز وغالي ما دام المستشفى معذور والله. ابد لو جيت ترى حق ربعنا يعتذر منكم ترى طالع المستشفى عشان لا يقولون فيه ولا فيه ولا يلا حبيب قلبي انت تبغى شيء ودي والله انك معنا يا ابو عوض والله على طرق ودي لكن والله انت ترجع رد هناك تطلع الحين ما دام المستشفى معذور يا ابو عوض تبغى شيء من برا يا بعد والله صدق ايوه انا ابغاك المهم يعطيهم السلامه تعال هاي سالفه احنا لا يكون لا لا ما اتوقع ما ادري مجنون روح روح ايه المرسالات يا ابو ناي ابو عوض المرسالات اسلم انت مسوي وليمه اليوم في عشاء انت وين بغيت تاكل وين زعلت وليمه وكاس المهم بعلمك انت مش عيش على الجروب حس كبير ما تسمع يا اخي مالك من انا قاعد اسمع لك انا مستمع جيد من الاثنين يا اخوي انا اسمع حتى وزع نظراتي ترى هذا متحدث ناجح ما بصير الا قل له قال سيدي يوزع نظرات ما يقعد يعاني فيك اسحب على الثاني لك مستقبل اعلامي كويس وتنشب وننشب يطلع وسام في الاسانسير وتضربون الباب اول خمس دقائق ضحك تعرف انه بيشتغل شوي بيشتغل تعرف اللي يسالك عمارنا مستحيل يطول تمر ربع ساعه يا ولد اسالك بالله ربع ساعه مرت ربع ساعه تعرف اللي كانوا يضحكون فجاه كذا في انحدار انقلب الوجه ايوه الموجه المزح وكذا وذا في انحدار صار كلمانا يا ولد وبدينا نعيش امر الواقع انه احنا عندنا ربع ساعه يعني ربع ساعه تنضاف مع ربع ساعه ربع ساعه ربع ساعه نص ساعه ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة المهم هباد وكسار وما ادري وش وما ادري بقى ما طلعتوا ادري ايش اللي فزعنا اقسم بالله اني اتكلم ضد يرقى انه ما فزعنا الا فلبيني معرض حتى ما يبي يدخل الشقق مهروشه غير سمع قوه الصياح يا سبحان الله يا ابو العصائر تسمع مع عصائر كاوي فلبيني طيب انا ما لحقت اسال انتم باقي معلقين 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 طيب. وصايح بدينا نصايح من جد يا ولد انت طيب. كمنا وغرفه ويدخل ذا الفلبيني مع السياح ويدخل فلبيني ايش فيه ايش فيه؟ شاف الاسانسير يعني الباب فاتح حق الاسانسير بس ما في شيء هواء عاد هناك باقي ما كمل الشغل لك عليه ما هو فندق كويس شقق مفروشه تعرف مطفرين صح فا يا ولد ويصيح الفلبيني ويرجع يطلع الفلبيني ويروح المجمعات اللي عند الشقه ويناديهم يطلع المجمعات اللي برا يعني اكيد انهم يعرفون صاحب الشقق صح احنا ما معنا جوالات احنا على نحن طلع ونرجع يعني يا اخي فككم الله ويرجع يطلع السلامة يجون العمال ذو يدقدقون يمكن خذينا يمكن اقل شيء اقسم بالله انها ساعة وشوي يا ويلي والله ساعة خويك سمين خوينا سمين يعني اكسجين كله سبب خوينا سمين راسه كبير ورشح واكسجين كله رشح حق الانذار المصعد يا عبد الله اقول لك قديم يا اخي باقي يقول لك انذار ومليس شغل قديم ويجي ويدق على صاحب ذا ويجيبون كهربائي ويقعد يزبط في السكين لين شغلوا الكهرباء علينا شغلوه حتى ايش شغلوه لين نزلنا ورجع طفى لان في خراب خلصوا خراب مره واحده طيب نزل بالشكل الصحيح علمك عبد الله نزل بسرعه ولا بالشكل الصحيح نزلنا طبيعي نزلنا طبيعي يوم رجعنا شقتنا استخدمنا الدرج وكملهم يزينون في الكهرباء الكهرباء خربان بس شغله تعرف اللي يمكن شغل كذا شغلها ابو اللي يبغى ينزلنا يفتح بعدين كمل شغل فعلمك ان البشمات هذه مصيبه طيب عبد الله عندي سؤال هل ممكن بسبب الوزن شوفي البطاريه عبد الله بسبب الوزن اتوقع بسبب الوزن لا هو علق لا نركب بعدد واجد ما ادري يمكن ذا اليوم علق خمس ستة علق السير حق السنصير الا طفى الكهرباء يا اخي انا صارت معي ثواني اقسم بالله جتني مركب اول ما ركبنا وارتفع فوق طفى كل شيء على طول حسيت بالموت بس اشتغل يقول ربكم يا رجال انا استاجرت لامي انا امي راجعني امي راجعني في درج لها قالت تبي تعتمر الكلام ذا في رمضان اللي راح تعرف تبي تعتمر وانا مسوي اعلانات وكذا يعني عندي يديني لقمه ليش خفيفه قلت علي والله انت تعتمرين عمره ما قد اعتمرت فيها بحياتي وانا معي يعني خير الحمد لله يعني من كم قرش كذا جمعت والقط امي يطلعون السلامه واحده من خواتي ونطلع يطلعون السلامه على مكه معترف على مكه وين قلت بس سكنت قلت والله ما تسكنين يوم عبد الله الا في فندق الساعه اللي هو الفيرمونت افخم فندق هذا انا حتى انا متقصد قلت ابغى افخم فندق في مكه وندخل فيرمونت يطلعون السلامه اول شيء ضعنا عشان ندخل برج الساعه يا رجال عالم اللفت تدخل هنا كلمات غريبه فندق مطعم إيه كل اللغات كل اللغات كل السوق تعرف اللي كم حرف كذا مجمعين هسه مطعم تعال لنا شيء ممكن افخم بس انا ما اعرفه قلت ابغى الفيرمنت انا حاجز عن طريق هذا التطبيق تطبيق ودي انا امي قلنا ايش انت وش انا اخترت افخم شيء جناح ملكي جولد
اطلاله على الحرم على الكعبه. الله. انت اختار تبي على الحرم تبي على الكعبه الحاره تبي على الحرم حاره اخترت كل شيء. يجيك مجلس ايش ابغى ملكي. ابغى ثلاثة ايام تكون تاريخيه في حياتي وكانت كانت في في العشر اللي في النص مو بالاواخر ولا البدا في رمضان. ايش المشكله ان برج الساعه دفعت حقيقه يومين والخروج في الثالث إيه؟ دفعت 4000 وعلى ما شاء الله ترى ايوه المهم غالي ترى لا والله ما يعتبر غالي ما جينا في 10 طالبه على وقت انا اشوف انه غالي من ناحيه انا الحين مطفرين لا برمضان برمضان لا انا اقصد عقلانيه مو غالي خلهم مطفرين نطلع لا المهم نطلع امور السلامه طلع مو غالي يا غبي ليش تقول 4000 عادي لا مو عادي ممكن تجار ما يا ابن حلال حتى لو مثلكم ايش فيكم يعني انا اقصد برمضان يعني المهم انا المشكله وين على طاري الخنصير المشكله وين على طاري الخنصير انا استاذك الرجال الحين في دور اسمه دور اي بي لا هو ايش فيه اربع سنسرات هذه رئيسيه طيب اربع سنسرات هذه تطلع منها تركب الاسانسيرات اللي توديك على غرفك يعني هنا اربع سنسرات كبار على كبر ممكن وسع الغرفه طيب دي إيه تطلع منها يجيك هنا ستة سنسرات ستة سنسرات صغار اي رئيسيه هذه توديك الغرف حلو وتنزلك على ايش استقبال الفندق ومن استقبال الفندق تروح للسنسرات الكبار اللي هي توزعك على الحرم حلو تطلع من هذه تركب السنسر هذا والله العظيم يا رجال اني اخذ دقيقتين الى ثلاث دقائق على ما اوصل الغرفه ايش كله حيمشي يا سنسر يعني تقضي تخيل انك تقضي 60 ثانيه او فوق 80 ثانيه في السنسر دقيقتين طويل يا ولد تحس تخاف يعني فرضا تقفل عليك انت انت في مكان فرضا طاح والله الجني ما يطلعك لا في مكه تقفل علي عادي برتاح لا ما موت في مكه والله اني ارتاح بس انا اي بس مو مو موت موته مخيفه لا لا موته مخيفه انا اشوف اسمع السنسر ذا انا ما داني صار لي موقف معه ما اداني وموقف سخيف بتضحكون علي بس تعرفون الافلام وذي تكبر اللي في داخلي الحين ترى تفكيرنا كله ان الناس يموتون فيه الله يسامح رمز جلال هو جابه لا 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 طفولتي شفت مقلب الاسد حقه في الاسانسير لا لا الافلام لكش لا 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 رايحين الدمام الشرقية زين؟ ايه انا واهلي كان عمري ما يقارب في ثالث متوسط وثاني متوسط. اركب الاسانسير اللفت ما بيتحضر الاسانسير احنا ندعيه اللفت. هو حداث حضري انت لا مو بحضري مو طيب اللي يقول اسانسير هو اللي ما لا هو اللفت حق انا حضر ترى بس الاسانسير اللي متحضر اللفت اللي يا غبي اللفت اللي متحضر لفت حضر بالانجليزي يعني لفت بالانجليزي في ذمتك في ذمتكم اسانسير يا جماعه لا لا يعني احنا اسمع لا راح نقول انا اسميها اسانسير اسمع لما ندخل اي احنا في الدور الثاني راحوا تعرف اذا انت بتنتظر اربعه ثلاثه ترقى مع الدرج على طول هم رقوا مع الدرج انا قعدت تعرف ترى اول ما تروح سفريه تبي تركب اللفت يعني تبي تعيش الدور خاصة سلم الكهربائي فخم اركب اللفت اول ما ركبت اللفت تسكر بعض اللفت هو بيقول يعطيها تعشيقه اي لازم يا دكتور اي اعطاها تعشيقه اقسم بالله اني قلت كذا دخل دخل دخلت الجو خلاص انا ذل انا ما ذل انا ما ذل انا ما ذل انا بس انا اخاف شوي والله يا عبود اني قلت كذا ها اقسم لاني يجي في بالي انه خلاص وبيطلع برا العمارات وبيطير ولا اني بنخفس تحت اقسم بالله هذه تفاكيري يا رجل والله العلي العظيم تفاكيري كذا اذا لو بيقول مثلا لو اللمبه تقول وتشتغل بقول واحد طمر علينا من فوق اقسم برب البيت ان هذا اللي يدور في بالي والله اني قعدت كذا شوي اقول دن دن وانا عادني قال كذا طفولتك كيف كانت انت؟ انا احس كنت تتابع افلام وتخاف ما فرق الا معك احد صح؟ انا يتابع زومبي امانه ما فرق الا معك من الجد؟ إيه؟ ثامر مقطع مرض بس قبل تدخل موضوع الطفوله على طاري صنصير تعرفون درجه المتحرك نفس صنصير يا رب انت بكرامه لازم جيت اصعد اطق بنعول انت بكرامه اطق الاعلاميين الاعلاميين كنت لابس نعول عاديه انت بكرامه واصبح صغير طالع واطق واطق يوم قربنا هذيك اللي تدخل داخل اللي عند الصعد طنق اصبعي ادخل داخل اسالك بالله اقسم بيت الله الصغير بس ما كامل كنت انا العب فيه على طرف يوم جت هذه يدخل اصبعي والاظفر ينقطع مو انقطع الاظفر انكسر انقطع اعوذ بالله دم طالع الاصبع مجروح حادث يسار اصبعك حادث يسار صرت اكره اكره هذا بس الحين لا جيت اجلس بنص كذا اول واحد ما اروح لا يمين لا يسار
هذا نفس الصير بس متحرك. أما طهولتي والله إنه لا طلع على طول. يعني أنا كنت ألعب كذا. طبعا أنا أكون الفتى الشجاع متى. أطق وكذا. الفيلم مدته مثلا ساعتين وعشر دقائق. أنا الفتى الشجاع ساعتين وعشر دقائق. فيلم؟ وقت الفيلم؟ يعني وقت بعد أدخل. ما أرمش. يا عاشق السينما حد نفسه والله اني اعدى منك اقسم بالله يا نتفليكس يعني لا مو مثلي اني اقعد عليه لا لا السينما السينما الحقيقيه اترك السينما الحقيقيه اعشقها انا بتهاو عندنا في الخميس البيها موفي انا الفيلم اقعد فيه زين لو بالحالي اتابع لو في ظلام بس متعود الصبي الحنون وبالخواف الحنون عقب ما ينتهي الفيلم ما عاد اطلع ما عاد اطلع من مكان لين يجي معي الربع هي خلاص هي سوالف مليحه احنا على الواقع صح احنا واقعيه والله يا رجال انا في الزعج عني ما ذوق حزنه هو اللي يرقد معي جنبي والله يا رجال اني ما ارقد لان اقول لك انا احس ان واحد جنبي والله ما انام الا ايدي تكون عنده ولا اني اقعد كذا عندي اقسم بالله تحس بالامان لا عشان احس ان في حد عشان ما يحس انه اصلا قال لنا والله انت فيك خوف انا محلل شخصيات ها فيك فيك خوف مو فيني يا ربي انا لا شوف انا ترى كثير اشوف خلعة من على المسمار لو تامر اقول لك كذا شفت الحمار هذا مثل كذا انا ما داني على الحركات دي لا عادي حذر هو حذر لا مو حذر بسألكم حذر وسواس عطني موقف ما تنساه طول عمرك سواء حزين مفرح سعيد يا هو مفرح سعيد نفس الشيء سعيد مفرح مخو يخوف موقف ما تنساه بحياتك ابغى اول شيء طرف بالك الحين اللي طرى ذا ايوه اللي طرى ايش اسمه لحظه ترقع بس خلني لحظه ترقع طيب تبي تغير تجهز على ما على ريان انا خلاص روح ممكن هو اصعد موقف اللي موقف وفاه اولاد خالي الله يرحمه قبل سنه ونص كنت اكلمهم تكلم ولد خالي مسافر جيزان تخيلوا اللي سبحان الله اللي بيموت يحس بموته ويحس يقول جمع اخوياه جاهم نقل من جيزان الى نجران على الحد المهم يا حبايبي وجمع اخوياه وسلم عليهم رجال رجال هو دوبه مستلم ماله ثلاثة ايام وفكوه قالوا ما بين ترتب وضعك عشان تروح نجران سلم سلم على اخوياه طال عمرك ويوم خلص من سلامه طال عمرك قال سامحوني ان قصرت معكم ولا جاء مني قصور ولا جاء مني غلط ولا زعل قالوا ما جاء منك العافيه يقولون هذه اول مره ولد خالي الله يرحمه يرد ما عنده امور جديه ما فيه يطقطق يضحك يسولف فاستغربوا ذيك اليوم انه يروح وبيروح وين بيروح الديره جاء الرجال طال عمرك مصور في السناب طال عمرك كود اللي يمشي فوق 200 يا سبحان الله اي والله على الساعه 5 ونص 5 دقيت على طول علي يا ولد ايش في عقلك انت مريض بعدين هو كان اقرب شخص لي مريض انت تمشي ذي السرعه كلها من اللي يمشي ذي السرعه قال يا رجال والله العظيم اني بلحق ارقد بلحق الحق الوقت عشان ارقد يا سبحان الله اي والله قلت يا ابن الحلال اهلك مالك منهم ثلاث ايام شي بانك ما اقول انك مشتاق لهم كان قلت لك اوكي بترقد يا اخي بتلحق ولا اقول لك استاجر قال لا بلحق البيت بسلم على الوالده بسلم على الوالد وبا المهم وجاء طال عمركم الرجال وقلت اقول لك سالتك بالذي خلقك وانا داخل على والدك انك ما تسرع قال بشكل اثاري الرجال صور لي سنابه هو مهدي وشد هو مهدي وانا نمت شوف كيف القدر انه يجمع الاشخاص مكتوب مكتوب اي والله مكتوب جاء طال عمرك على خط بارق في تهامه يلقى له واحد الرجال كان مطفر وقتها يلقى له واحد يشر الخط ثري يبغى ياخذه معاه عشان ياخذ الفلوس يعبي يوصله اي يوصله كان عندنا بارق بعدين مجارده بعدين تدخل على مفرق القوز شمران نمره الرجال فين يبغى يبغى شمران المهم يوم وصل طال عمرك شله معه يوم وصل عند شمران طال عمرك قال حسابي قال اقول لك ابغى نمره دق على اخوه هذا ولد خالي دق على اخوه الثاني اخوه دق على ولد خالتي وقال جيبوا لي سياره فيها بنزين ونروح نمره من نفطر ونودي الرجال ذا معنا ونرجع قالوا فوق حركوا من الديره تبعد عنا شمران طال عمرك يمكن ما يقارب 20 كيلو وقابلوا علي في شمران ركبوا ورا كلهم
هذا انت يا اخوه هو ولد خالتي، والبارقي ولد خالي ركبوا في السياره، ركبوا كلهم الاربع في سياره واحده. شوف كيف القدر جمعهم، كتب لهم يموتون في ساعه واحده دقيقه واحده. يا سبحان الله. قدي هالساعه على 26 دقيقه انا دوبي نايم، مالي حتى نص ساعه. كان هذا اصعب موقف اللي الحين ياثر فيني، ما اقدر اتكلم فيه حتى، بس الحين قاعد اتكلم جراح عشان خاطركم. خلصت؟ سلموها قلت مدح الشيء بس ما خلص طلع عمرك ما ودك تقول عادي ترى. لا بكمل بس اني عشان بس المو ايوه الرجال اللي طلع عمركم يوم انه صور لي طلع عمرك انه عمها اشياء 100 يوم المكتوب شدها طلع عمرك ويسرع. بس بقول كلمه، انا اكره شيء، ما في شيء وحيد انا ما اخاف منه واكره الموت. طيب ما الله معكم انا والله معكم ما عندي انا عشان شوف شوف الحين الحق. لا انا اكره لان اخذ ناس عزيزه ولا خوف ماني خايف منه. نشهد قال الله يرحمهم اموات المسلمين. الفقد مصيبه، اصعب انواع الفراق الفقد والله. ما هو فراق حب ولا فراق اخو الاخوه ولا فراق احد الا الفقد، لما انك فقدت غالي هذه هي اصعب شيء. هو انا مر علي نفس الموقف هذا، بس هو انا ما قد قلته حتى اول في السنه وانا اسولف ما قد قلته، بس اسولف بقوله. عندي ولد عم لي انا قريب، هذا كنت طفل مو 21 يوم كان عمري، يوم كنت ادرس اول ثانوي يعتبر طفل. المهم عندنا هناك نظام الديار كيف انك انت يا فلان انت كويس مالك في اللف والدوران، لا تخاوي فلان اللي خلينا نقول مثلا لف ودوره يدخن، خلينا نضرب مثال خلاص كذا يشوفونه لا خلاص لا سايره، نفرض افتراضا على حد الان. فولد عمي كنت دائما اسير اروح انا وياه تخاوى، فكان ولد عمي قفا طبعا مو بالزم بس يعني من الجماعه كذا محتك فيه مره وعشياتنا ومناسباتنا مع بعض، كنت معه هنا هو على عمري ومعه هنا سوا، كان يمنعني من اخواني لا تروح معه لا تروح، فكنت اقول له اني انا ما اروح معه قدامهم ما كنت اروح معه. جاء ذاك اليوم عصر الساعه 3 دق علي، انا استغربت، عبد الله انا بروح البيشه مع فلان، هو عند فلان بيروح البيشه قال بخوي ابغى اقابل قبله، ابغى اقابلك ضروري. قلت بقابلك على خشمي بس انا صرفه مو بان عندي شغل، اخوي موجود ما بيطلع او انه بيقول شيء عشان ما يصيد ما يدري. قلت لا والله انه ما يمديني يا اخوك انا منشغل وما ادري ايش، وانا ودي اقابله ودي اطلع، وهو يقول لي انا عني برا عند البيت يقول عني برا. منك بخير انا خايف من اخوي انه يقول لي رحت تشوف فلان ولا يشوفني بقعد يهاوشني ويمكن يخانق ذاك، لا بتجي تشوف انه وكذا، تعرف حركات البذور ما يبون يشوفون بعض. فيقول عبد الله انا ابغى اكلم ابغى اسولف معك، انا اللي في علم انا ابغى اعلمك بها، ابغى اخذ منك علوم، انا مبطي لي يومين ما شفتك ما ادري ايش من ذا السؤال. كان عندي اختبار قدرات بحرك انا مغرب اللي ابغى اختبر. فكان يقول مادي ابغى اقابلك ما ادري ايش، قلت والله ما يمدي انا اذرني من شغل وعندنا ضيفان وما ادري ايش ما عنده احد بس عشان اخوي، ويروح يطلع السلام واروح انا ابها القدرات ويروح. وصلت ابها على الساعه 7 كذا واسلم جوالي وادخل قدرات، تعرف القدرات ياخذ ساعه او ساعتين داخل. المهم اول ما طلعت الا عيال اختي كانوا معي، هم ما يختبرون بس انا اختبر، هم بس انهم جو معي للقاعه ينتظروني اطلع ونتخاوى سوا. طلعت الا مسكوني استغربت، مسكني واحد على اليسار جاء الثاني مسكني على اليمين، ها كيفك كيف الاختبار؟ قلت بخير كويس الحمد لله. قال كلم علي ابواك، اصدمت الا علي على الاتصال يعني علي مكلمهم له ثلاث دقائق، اكلم وش حالك وينك؟ والله بخير الحمد لله. فواز يطلب كل بيحه. سلام ورحمة الله. سلام فواز يطلب كل بيحة، صدم على طريق بيشة هو أخويا اللي معه، وتعالنا على مهلك أنا جاي لحالي. أفك الجوال خطأ، خلني أعلمك أفك الجوال برد أمامي برد خلاص، تعرف اللي ما عاد شلني شيء ما عاد قدرت أتحرك، تعرف كذا جاني انفضاء. أنا الحين انفضاء اللي جاني انفضاء انفضاء غريبة، جاني برود. قلت الرجال كان يبغاني إيش السالفة كيف شلون يا ولد؟ عيال اختي معي قالوا هم من هالابها بننزل معك بننزل معك، ما رديت عليهم ركبت السياره ما نزلت معهم. يا ولد اركب السياره دقيت شلون كيف الحادث؟ ما تقبلت الموضوع ما تقبلت الموضوع عشان تروح انفضى خلاص اسمع ما تقبلت الموضوع. قلت شلون كيف الحادث؟ قال اطلع على طريق بيشه، طبعا طريق سيدين اناره سيدين، مدخل بيشه معروف انه سيدين وساع. ايش السالفه؟ هم على ديتسن غمرتين، هم ثلاث اشخاص سواق وراء اثنين بس انهم ركبوا اثنين قدام اللي هو فواز على الباب وواحد في النص واللي يسوق مكتوب
اخذت سيدين واناره اظن لها على الجوال او ما ادري ايش لها عليه الرجال، ما هم مسرعين يمشون 120 ولا 130. المهم تعتر ذيك الناقه، قال يشوفون الناقه طبعا هم عاينين في الناقه، قال ايش بهد قبلها على هجته من الناقه ساعه الناقه هي عرفت تبي تعترض قبل هي وقعت، ويصفقونها على جهه الراكب، يصفق الناقه على الرفرف الموتر يمين وتطيح على الراكب الركاب الاثنين خشوا وايله السواق ما دش بخير شي سبحان الله الاثنين الركاب توفى في الحال، اللي هو ولد عمي اللي علمك به واحد من عمي اخويا الله يرحمه ومسكنه سليم رب العالمين. شوف كيف الموقف، انه كان يكلمني ولد نذر علي انه كان يقول يا عبد الله اطلع انا برا، كنت انا اصرفه انه ابغى اطلع بس اخوي يمنعني ايش انه خايف على انه ما ابغى اساير الشخص ده، وانا لي فتره على اني ما اسايره وانا وياه مع بعض شبه يوميا، بس انه لا وين رحت وين جاي والله مع فلان وانا لا معه. ف موقف مريب والله العظيم، اني طلعت من ابها لين رحت بيشه وندمعتي ما وقفت ولا قاطع واردك يا عبد الله ولا قاطع واردك، بسام حضر واجبه يا عيال ونبي نروح نساعده نجهز الجلسه اصلا زين. ها انا لا هناك برا قد وداها، لا احنا بنجهزها الحين برا كلنا مع بعضنا خلاص الحين نجهز الجلسه والعشاء بنجي ذا شب ساعدك وقعت لانها وصلت يا عيال نفس موقفك يا سلطان، الان في ولد عمك يوم في الاستراحه قال ابغاك على جنب نفسه ولد عمي واحد منه اعز اخوياي والله وقعت الله يرحمه يسكنه سعيد جماعه عشان كذا دائم فرص الحياه هذه، حد الرجال له عمر اعطه اللي ما تبغى يقولك شهد بالله قل اللي تحبه انك تحبه وتغليه وانك تنبسط من سوالفه وسولف عليه وقص عليه، ما تدري لو تفارقنا الحين كل راح في دربه شهد بالله اقولك والله انه يقول لي سلطان اباك في شيء يضحك، قبلها كان يثني علي في موقف لي انا معك قال كذا وكذا سلطان اباك موضوع وانا عاد بعد العشاء العشاء مناسبه له وعادي، قلت انا ابشر قال انت وين راح؟ قلت العيال ينتظروني، قال ابغاك تصبر معي، قلت حالفين علي لكن بجيك بروح تدري وبكلم، قال لا لا تدري ما بالليل هجر بنتواجه ان شاء الله، قلت باذن الله ما تنام عين شيء ضروري، قال لا لا بعلمك في موضوع مهم جدا لازم اقول لك شيء بيني وبينك قطع اروح ثلاث ايام وحادث توفى لا اله الا الله، بغيت اموت اني ما وقفت اسمع اللي غب نفس ابي اعرف وش اللي غب انا ابي حاجه انا ما ادري السرعة أقسم بالله العلي العظيم إني معروف معروف عند إخواني والخوالي يا حظك سكفى والله إني معروف يا حظك لا ركب قال آه يلا ودي إني أكره السرعة يلا ما في والله مهما جاني ما كرهت بس لا يراديين أسرع مهما جاني يعني أنا والله العلي العظيم إن كان واحد من الخوالي الله يستر عليه أقسم بالله كان يسرع كان تخويف تعرف لا طلع من المدرسة الاختبارات ودني البيت مجبور إني أركب مع راعي الموت والله العلي العظيم اني كنت افتح المهم اني كنت افتح الباب وادف برجلي الله يعزكم الباب معاول فاتح الباب قلت لا تسرع اقول ميدو والله احذف عمرك قال احذف عمرك قلت له والله لا تسرع انا الحين فاتح الباب ابيه يعني هد غصب لين يهد 90% اللي فاقدينهم سرعه انا ما داني سيارات ما دا تدري متى ارتاح ارتاح وارقد في الموتر وعي من الله خير اذا ساق بوك اذا ساق بي انا ما استحيل غيره اقعد على اعصابي لين انزل بس اعلمكم بالصدق ترون اللي زي المصايب اذا صارت وقدك تبغى تعلم احد في مصيبه قريب الا ولا شيء حق انك ما تصدمه استدرج 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 بعضهم طال عمرك يدق ترى فلان مات ترى ولدك حاول انك بعد ما تكذب عليه هياف 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 لا يا شيخ ما تقول ما فيه شيء لا والله عطى له اي والله يلا ها بهوج خلصت بهوج هياف هياف لا وقف بعيد وشاف بنت